شكرا جزيلا سيدي رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، إنني أود أولا أن أقدم لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومته والشعب الشقيق المصري، أود أن أقدم لهم تقديري لكرم الضيافة وحسن الوفاد المعتاد والذي حظينا به وكذلك الوفد المرافق لي. إنني أود أن أتوجه بالشكر وأهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة لتلك القمة التي تطرح لنا فرصة حتى نتشارك فيما بيننا أفكارنا فيما يتعلق بالموقف في السودان والسعي سويا إلى إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار المنطقة وكذلك تنميتها. وبالفعل في الوقت الذي تستمر فيه دولنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الاجتماعية والإنسانية نتيجة وجائحة كورونا والتغيرات المناخية والإرهاب والحرب في أوكرانيا، ها نحن نواجه صراع مسلح داخلي حرج للغاية في السودان. إن هذا الموقف المأساوي يبعدنا كل يوم أكثر عن الهدف، هدف إسكات الأسلحة حتى 2063، وهذا يعيق الظروف التنمية الاقتصادية لدولنا. وفي هذا الصدد جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن رضاها للدعوة إلى تلك القمة التي تضم كافة دول جوار السودان، وهذا يدل على الأولوية التي نوليها لهذا الهدف الخاص بالعودة إلى السلام في السودان وفقا لمبادئنا ومبادئنا وهويتنا الإفريقية الحقة. السيدات والسادة، إن الصراع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل 2023 وحتى الدولة كانت بصدد إقامة حوار واعد بين كافة القوى في الأمة، هذا يشكل بالنسبة لمنطقتنا وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار يشكل تهديدا وتحديا يصيب سلبا الاستقرار في المنطقة وكذا التنمية. ومثل أي صراع العواقب مأساوية بالنسبة للسكان، وهذا يجبرهم على نزوح جماعي سواء في الداخل وفي خارج السودان. إن جمهورية إفريقيا الوسطى من بين الدول السبع التي تتشارك مع السودان حدود طويلة ولها مع تلك الدولة الشقيقة علاقات صداقة وتعاون وحسن جوار، هذه العلاقات القوية علاقات الأخوة بيننا. السودان قد في 2019 قد استقبلت محادثات أدت إلى توقيع في بنجي 2019 اتفاق سياسي حول السلام والمصالحة بين الحكومة وبين 14 جماعة مسلحة. السيدات والسادة، إنني أود هنا أن أعرب عن انشغالنا وقلق القلق البالغ لجمهورية إفريقيا الوسطى فيما يتعلق بالموقف الموجود في السودان، وكذلك كما تعلمون انعكاسات الحرب في السودان تتخطى الحدود مع تلك الدولة الشقيقة، ونشعر بها في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي الدول المتاخمة
الأخرى، وهناك 8200 كيلومتر من الحدود مع السودان. إن في جمهورية إفريقيا الوسطى الواقعة في غرب السودان قد حتى يومنا هذا استقبلت موجة من النزوح 14,000 فرد. إن الغالبية قد استقروا في المنطقة ولجأوا إلى مفاوضات العليا لشؤون اللاجئين، وهناك الآخرين الذين حظوا بضيافة السكان المحليين، ولكن يتحتم الإشارة إلى أن الوصول الكثيف للاجئين وكذلك التوتر الموجود على الحدود كل ذلك قد أثر على الأمن، وقد شاب المؤن بالاضطراب المؤن التي يتطلع يستفيد منها السكان، وهناك نقص في الغذاء ونقص في المحروقات، وهذه المنطقة أصلا ضحية الاعتداءات الإرهابية والتغيرات المناخية، وخاصة في موسم الأمطار الذي يظل 10 أشهر، مما يجعل السكان المحليين وضعهم هش، وكذلك والموقف الإغاثة الإنسانية مأساوي. ويزيد على ذلك التجارة غير المشروع للأسلحة الخفيفة من خلال الممرات، بالنظر إلى ضعف السيطرة على الحدود لدينا. السيدات والسادة، نحن نحيي تلك المبادرة وأجدد تهاني للسيد الرئيس السيسي في هذا الصدد، وأود أن انتهز فرصة هذه القمة لدفع أشقائنا في السودان إلى أن يؤثروا الحوار من أجل دعم السلام الذي يتطلع إليه الشعب السوداني. إن جهودنا فيما يتعلق بالأمن والتنمية من المؤسف أن نرى هناك التحديات الجيوسياسية التي تتخطى وتفوق قدرات منطقتنا، ولكن على الأقل أود أن أشير إلى الأزمة السودانية، ويجب علينا أن نتفادى أي تدخلات خارجية في موقف كهذا، وعلينا ندعو الأشقاء السودانيين ندعوهم إلى إعطاء فرصة للسلام من خلال حوار ومفاوضات من خلال مختلف الآليات التي تم إرسائها. أود أيضا أن أدعو دول الجوار للعب دور الوساطة من أجل العودة إلى السلام، لأن السلام والأمن في السودان يعتمد عليه الأمن والسلام في منطقتنا. إن جمهورية إفريقيا الوسطى تعرب عن أملها حتى يستيقظ ضمير كل شخص فينا، وأن نعود إلى الوحدة الحقيقية، لأن هذا ليس خيار ولكن هذا يعد ضرورة ملحة من أجل إرساء الأمن والسلام في منطقتنا. وأنهي قولي بدعوة الأطراف الثنائية ومتعددة الأطراف إلى تقديم كافة الدعم الإنساني إلى الأشقاء في السودان، وكي يمن علينا الله بالنجاح في ما نفعله. وشكرا لكم وحسن إنصاتكم.